نجيب مناضة عند عبد الله خدام عادي في الكونطوار. مشيت نجيب مناضة جات مناضة دخلت باين عمر شلاضة مع دخلت باين قلت لي الحسين الحسين ما كاينش ما دوال طليت بحال الكبل اللي معلق خرجت هربت كنغوت جا مول القهوة وجا عبد الله دخلنا لقينا انا والدرب انا كنسكن هنايا في هذا الشارع الشجر ومنطقه سباته والسيد كيسكن في الصحراء الواقعيه على ما اظن وجاي ديبلاسي هنايا باش خدام مع السيد سامي وكما كتشوفوا الشرطه قامت بالواجب ديالها وكنتمناو يكون خير ان شاء الله تمشى